ماشي المعقول انه بعد الطلاق كيتعطى نهار الاب يشوفوا الحد ولا ماقدرش هو الحد المشكله. الا انا بالنسبه ليا هذه القضيه ديال الحضانه خصها تكون للزوجين ويكون باتفاق باش هذوك الاطفال نعطيهم فرصه باش للنمو السليم ديالهم، يشوفوا الاب ديالهم يشوفوا الام ديالهم. ولكن هناك تربو مساواه ماشي في الحضانه حتى في الولايه يعني القانونيه، انه ما يمكنش الاب كيخبط الحاله المدنيه وكيغبط المرأة راه غتغيك مقل يعني الولد ديالها في المدرسة مشاكل لا تعد ولا تحصى، وهذا الشيء خصو يكون فيه المساواة بين الزوجين. لأن ثم حنا مشينا أكثر قلنا بأنه عند الطلاق كتكون نفقة على الزوج، هذا الزوج لما كانش عنده الإمكانية يصيفطوا الحبس الأطفال يعني متعثرين طلاق ديال الوالدين ونزيدوا الأب ديالهم مشى الحبس. إذا كنقولوا خصو يكون واحد الصدف اللي هو يتكفل بهذه المسألة هذه من أجل الإنصاف.